اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بعد اللقطات حضراتكم شفتوها لفريق النادي الاهلي ووصوله الى ملعب استاد النادي الاهلي استاد سلام، خلينا نرحب في فقرتنا الثانيه بدكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه لفريق وادي دجله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلينا نبدا على طول ونقول مقارنه رينيه فايلر مع تكيز جونياسي. طبعا في البدايه يعني مخطئ من يظن ان المباراه سهله، يعني يظن مثلا ان وادي دجله الاخير على الدوري تبقى المباراه سهله. لا، المباراه بالتاكيد قدام مدرسه مشابهه لمدرسه مدرب النادي الاهلي في مقارنه المدربين، نفس انت بتطلع الكوره من تحت، بيلعبوا كوره كويسه جدا، نفس فكره التحرك بدون كوره، بس طبعا مع الفارق في الشراسه الهجوميه وعدد الاهداف والفارق في الامكانيات والقدرات، ولكن مواجهه صعبه. طيب خلينا نبدا على طول بالمقارنه ما بين الاثنين المدربين. اول حاجه طبعا السن، تكيس 48 سنه، فايلر 46 سنه. تكيس لعب 6 مباريات. تحط بعد كده في المقارنه ده لابس نظاره وده مش لابس نظاره عشان تبقى اتفضل. بس دي نظاره قرايه على فكره. فايلر مش هتحط كده طفل. لعب 6 مباريات، ما كسبش ولا ماتش وادي دجله الموسم ده، اتعادلوا 3 خسر 3. فايلر كسب الاربع مباريات، احرز لاعبوه اهداف، جاب 5 اهداف فقط في الست مباريات بنسبه احراز 8/10 في هدف في المباراه الواحده. فايلر مسجل لاعبو النادي الاهلي 14 هدف في 4 مباريات بنسبه احراز، يعني المعدل احراز هدف للنادي الاهلي في المباراه الواحده 3.5 في المباراه الواحده، طبعا يعتبر اعلى معدل في الدوري المصري. دخلت شباكه اهداف، اقوى خط دفاع النادي الاهلي في الدوري هدف، دخلت شباكه هدف واحد. التكيس مع وادي دجله دخلت شباكه 8 اهداف، رقم كبير جدا، والرقم الاهم كمان نسبه الحفاظ على النظافه، يعني نظافه شباكه. هنلاقي ان وادي دجله ما خرجش بشباك نظيفه ولا مباراه في الست مباريات. ده رقم 0%. صفر، ده بياكد ان هم عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا هنتكلم عنها طبعا. الناحيه الثانيه فايلر 3 مباريات من 4 مباريات.